صباح الخير مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج كوفي بريك، وفيكن تتابعونا عبر الرابط المباشر على صفحة مريم تي في على الفيسبوك. ودايما منذكركن ما تنسوا تعملوا فولو ولايك للبيج، وفيكن كمان تتابعونا على اليوتيوب. وإن شاء الله يا رب نهاركن بيكون مليان سلام بقلبكن وفرح حقيقي، لأن مع الوقت ومع الأيام ومع كل شيء منختبره بالحياة منتأكد أنه السلام الحقيقي يلي منعبي فيه قلبنا هو يلي بيعطينا القوة حتى نضل واقفين، حتى نضل مكملين، وحتى نضل مستمرين بهالحياة. ومنبلش فقرتنا الأولى خبرية وحكمة. خبريتنا لليوم بتقول: كان في رجال غني كتير وما عنده لا عيلة ولا أولاد، وكان هيدا الرجال بيعيش لوحده وعلمته الحياة إنه المال ما إله قيمة أبدا. وبيوم من الأيام قرر يعزم كل يلي بيشتغلوا عنده، ولما خلص العشاء حط قدام كل واحد منهم نسخة من الكتاب المقدس ومغلف فيه مصاري، وقال لهم يختاروا بين الكتاب المقدس أو المغلف. سأل الحارس أول واحد، قال له: شو بتختار؟ وجاوب الحارس من دون ما يتردد، قال له: أنا بما أنه ما بعرف أقرأ رح أختار المغلف يلي فيه المصاري. إجا دور الفلاح وقال له: أنت شو بتختار؟ قال له الفلاح: مرتي مريضة كتير وأنا بحاجة للمصاري، لهيك كمان رح اختار المغلف يلي فيه مصاري. ورجع اجا دور الطباخ، وكمان من بعد ما فكر شوي بيرد الطباخ وبيقول: انا بحب اقرا كتير بس بشتغل كل النهار وما عندي وقت لاني اقرا، فلهيك كمان رح اختار المغلف يلي فيه مصاري. واخر شي كان دور ولد صغير، هيدا الولد كان بيهتم بالحيوانات يلي بالقصر. طلع فيه الرجال الغني وسأله وقال له: أنت شو بتختار؟ وهيدا الولد كان مبين مظاهر الفقر عليه من تيابه ومن اللي لابسه بإجره، كتير مخزق البوت اللي لابسه بإجره، مظاهر الفقر كتير مبينة عليه. ولما سأله الرجل الغني شو بتختار، جاوب هيدا الولد على السريع ومن دون ما يتردد، قال له: رح اختار الكتاب المقدس، صحيح اني بحاجة للمال لاشتري تياب جديدة ولاشتري بوت جديد، بس امي علمتني انه كلمة الله مفيدة اكتر من الذهب. وهيك اختار الصبي الكتاب المقدس. ولما فتحوا لقى فيه ظرفين، اول ظرف فيه مصاري اضعاف المبلغ يلي كان ببقية المغلفات، والظرف الثاني فيه وثيقة انه هو رح يكون الوريث لهيدا الرجال الغني. فابتسم الرجال الغني للكل وقال لهم: يلي بيختار الرب اول ما بخيب ظنه ابدا. دايما مشاهدينا اكيد النصيب الافضل هو مع الرب. وننتقل لفقرتنا الثانيه من البيت. فقرية من البيت هي فقرة جديدة حبيت ضيفها على برنامج كوفي بريك. من البيت هو هيدي الفقرة لإلكن ستات بيوت، صبايا، شباب، رجال، كل حدا من البيت بحب يعمل شيء، إن كان طبخة شاطر فيها بيعرف يصورها بطريقة يعني ما رح أقول كتير بروفيشنال بس بطريقة تقدر تنعرض، إن كان حدا بيعمل هاند ميد أشياء أدوات يدوية بالبيت كمان في يصور لنا فيديو، هيك بيكون عم بيعلم كمان الآخرين كيف بيشتغلوا. اليوم أول فيديو معنا مع السيدة كارين اللحام نهرة، رح تعلمنا طبخة هي هينة وكلنا منعرفها، رح نشوفها على طريقتها كيف بتطبخها. طبختنا لليوم أو وصفتنا لليوم هي مسقعة. في ناس بتستخدمها بلا بتنجان، تعملها بس بتنجان وبطاطا،
أنا اليوم رح أستخدم بطاطا، بصل، بندورة، كوسة، باذنجان، حمص، أكيد ملح، 7 بهارات وقرفة، وأكيد فينا نستعمل زيت نباتي أو زيت زيتون. مثل ما شايفين عملت البصل شوي منيح، غسلنا الخضرة منيح، أكيد كوسة، البطاطا، الباذنجان، وهلأ رح نكمل بباقي البهارات. وهلا يا حلوين، من بعد ما برشت البندورة رح ضيف البندورة، رح ضيف الحمص، انا رح حط شوي زيت نباتي، رح حط شوي زيت زيتون. اكيد ما فينا ننسى الملح، ملعقتين ملح، ورشة صغيرة قرفة، ورشة صغيرة 7 بهارات. كمان فيكن اللي بحب جوز الطيب فيو يزيد شوي جوز الطيب كمان. هلا بس نفوتها على الفرن، نخلطها مع بعض ونفوتها على الفرن. فيكن ترجعوا بعد شوي، بعد ما يكون شوي استوت الخضرة، تضيفوا إذا بدكم طعمة البندورة تكون زهرة أكتر، فيكن تزيدوا ملعقة رب مع نقطة مي. هلا بنشوف كيف بتطلع طبختنا. هيدي هي المسقعة، طريقتنا أو صينية الخضرة في ناس بتسميها، أكلة كتير صحية وطيبة وبتغذي. هلا رح زيد ملعقتين من رب البندورة ونزيدهم فوق الصينية اللي ديجا حطيناها بالفرن. هيدي صينية تانية هلا بدها تطلع الفرن كمان. وراح نضيفها على الصينية. هيدي هي الصينية، هلأ شلتها من الفرن بلشت تستوي، رح ضيف عليها رب البندورة اللي جهزتهم، نرجع نفوتها على الفرن. طبعا هيدي الأكلة بتتاكل سخنة، بتتاكل فاترة، بتتاكل كمان إذا حطيناها بتبريد لتاني نهار بالبراد، كمان مسقعة كمان بتتاكل. أكيد من بعد ما حطينا الرب رح فوتها على الفرن تقريبا شي 10 دقايق وبتكون خلصت، لانه انا دقت البطاطا والخضرة كله استوى، سو بس هيك تغلي شوي مع الرب وبتكون جاهزة. لكن يلي السيدة او حيالله حدا بيطبخ بالبيت، اذا بعد ما قررتوا شو بدكم تطبخوا لليوم، خاصة يلي نهار الجمعة ما بياكلوا لحمة، هيدي صينية الخضرة، ومثل ما شفنا قديش سهل تحضيرها، فيكم تحضروها وتاكلوها اليوم. برجع بذكركم كمان انه اي سيدة او اي شخص بحب يتشارك معنا فيديو شي بيعملوه بالبيت، ان كان طبخة او حتى شي حلو او اشياء بتشتغلوها بقلب البيت، فيكن تتواصلوا معي وتبعتوا لنا اياها دغري فيديو ونحن بنعرضها. وننتقل هلا لفقرة بصمة نسائية. بعمر ال56 قررت ماري هوبسون، وهي معلمة موسيقى بتعلم اللغة الروسية، قررت تقرأ كتاب الحرب والسلام بالنص الأصلي. بلش كل شيء لما كانت بالمستشفى ولما نصحها الأطباء بالراحة، ولأنها بتحب ليو تولستوي جبت لبنتها نسخة عن الكتاب باللغة الإنجليزية، واعتبرت وجودها لأسبوعين بالمستشفى هو فرصة لأنه تقرأ روايتها المفضلة. لكنها صدمت لأنها ما فهمت كتير على لغة تولستوي وقررت إنها تدرس لغته. لما غادرت المستشفى لقيت للغة الروسية من بين المهاجرين من روسيا، وبلشت تتعلم إحدى أصعب لغات البشرية. ولما صار عمرها 62 سنة قدرت ماري انها تقرأ وتفهم اللغة الروسية بشكل مقبول تماما، ولكن مستوى كتاب الحرب والسلام كان بعده اصعب من انه تفهمه كليا. وحتى تحسن معرفتها اكتر فاتت على الجامعة بقسم فقه اللغة السلفية،
وعلى الرغم من أنه زملائه بالصف كانت أعمارهم بتتراوح بين 19 و20 سنة، وكمان هي ماري تم قبولها على الفور كطالبة بالسنة الثانية، إلا أنه أصبحت ورغم فرق العمر بينها وبين زملائها صارت صديقة لكتير منهم، وأخذت معها استغرقت سنتين تانيين حتى تقرأ كتاب الحرب والسلام للمرة الثانية، وهالمرة باللغة الروسية. ولما صارت بال64 راحت ماري هوبسون للتدريب لمدة 10 أشهر بموسكو مع بقية الطلاب، وعاشت بهيدا العمر بسكن طلابي، واستمرت بتلقي المحاضرات بموسكو وقضت وقتها كله بالمكتبة، وبلشت تترجم كتاب الحرب والسلام، وقدرت تحافظ على المعنى الحرفي للنص والعديد من الاستعارات والأوافي والمقاييس. ولما صار عمرها 66 التحقت بالدراسات العليا لتكتب أطروحة دكتوراه باللغة الروسية لوقت ما صارت مترجمة محترفة. بعد تولستوي قامت بترجمة بوشكين، وأصدرت كتب صوتية لأشعاره بصوتها لتحصل على العديد من الجوائز. ماري هابسون يلي هلأ عمرها 95 سنة وهي كاتبة وشاعرة ومترجمة إنجليزية، كتبت 3 روايات وحصلت على ميدالية بوشكين الذهبية وجائزة ديفوتي، ومستمرة بالإبداع من عام 1966 حتى يومنا هيدا. هيدا الحديث عن السيدة ماري هوبسون، قديش بيعطي أمل للأشخاص، قديش بيفرجينا أنه لا العمر ولا الأيام ما في شيء ممكن يوقف حاجز بطريقنا إذا كنا فعلا منرغب شغلة وبدنا نوصل له. وننتقل مشاهدينا هلأ لفقرة صحتك بالأول. اليوم طبيبة الأسنان دكتور ريما قسطة شيبان، وهي اختصاصية كمان بأسنان الأطفال والمراهقين، رح بتخبرنا عن الفرق بين فرشاية الأسنان المانوال والإلكتريك. نحضرها سوا. هاي، إيه الفرش؟ مانوال ولا إلكتريك؟ سألت هيدا السؤال من كم يوم على الستوري تبعي، وفي كتير جاوبوا إلكتريك، كتير جاوبوا مانوال، وفي بعض الأشخاص جاوبوا both of them. هلا اي تفرش هي احسن لإلك، المانوال ولا الالكتريك؟ كيف بدي نقيها؟ هون بيجي دور حكيم الاسنان، هو اللي بده يوجهنا على اي توثبرش لازم نستعمل حسب صفة اسناننا، حسب نوع اسناننا، وحسب حتى نوع النيرة اللي عنا اياها بتمنا. دونك ان كانت مانوال طبيب الاسنان هو رح يوجهنا على حجمها، على نوع البريسلز، على الهاندل تبعها اياها من نقي، وكمان طبيب الاسنان هو رح يوجهنا ان كنا نقينا الالكتريك وان اي سرعة بناخدها، اي حجم، واي شيء. بس شو الجواب؟ ايها الافضل ان كانت الالكتريك ولا المانوال؟ في دراسات انعملت، وهذه الدراسات هي طبية ونشرت بمجلات طبية، بتقول انه ان كانت الكتريك وان كانت مانوال اثنيناتهم عندهم ذات الافيكاسيتي. بس اهم شيء انه يكون عندنا الفرشاية ونسأل حكيم اسنان شو الطريقة لاستعمال فرشاية الاسنان ان كانت مانوال ان كانت الكتريك، ونستعملها بالقليلة مرتين بالنهار كل مرة لمدة دقيقتين. بدي اشكر دكتور ريما قسطة شيبان، واللي هي مختصه باسنان الاطفال والمراهقين، على المعلومات اللي عم تعطينا اياهم بكل حلقه عن صحه اطفالكم والمراهقين. وننتقل هلا لفقرتنا الاخيره، نشاطات واخبار. منبلش بنشاطنا الاول. نظمت لجنة العمل الرعوي الاجتماعي برعية سيدة لورد بفرن الشباك، وللسنة الثانية على التوالي نشاط أحد المونة، ويلي بيهدف لدعم أبناء الرعية وتشجيعهم من خلال شراء مونة لبنانية وأشغال يدوية من إنتاجهم. وقبل بدء القداسات بارك خادم الرعية الخوري شرب المسعد والخوري خليل شلفون المونة. وهيدا النشاط أكيد بيشجع كل أبناء الرعية
على المنتجات اللي هن بيحضروها للبيع، ولجنة العمل الرعوي هي يلي بتتابع العيال الأكثر حاجة بالرعية. ومثل ما شفنا بالصور كمان المنتجات كانت متنوعة بين مونة، بين أكل، بين أشغال يدوية. ولجنة العمل الرعوي كمان مشاهدينا بحب نوه أنه هاللجان موجودة بأكترية أبرشيات، أكترية رعاية أبرشية بيروت، وهن من سنين عم بيوقفوا حد العيال الأكثر بحاجة، كل واحد المنتسب لرعيته. وننتقل لخبرنا الثاني. رعى القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة جو رجي ونائبه المستشار جورج فاضل اليوم المفتوح يلي أقامته الهيئة الإدارية للجالية اللبنانية المقيمة بالأردن، بحضور عميد الجالية المهندس فؤاد أبو حمدان وعقيلته وراعي كنيسة مار شربل الأب جوزيف السويد. وحضر اليوم المفتوح المستشار بالسفارة اللبنانية جورج فاضل ورجل الأعمال عدنان الداوود والوزير الأسبق حسين الصعوب، كما حضر الحفل أكيد عدد كبير من رعايا الجالية اللبنانية وعدد من المستثمرين اللبنانيين المقيمين بالأردن. خبرنا الثالث لليوم. فازت الممثلة ستيفاني عطلة بجائزة أفضل ممثلة آسيوية عن أدائها بالفيلم القبرصي يلي حمل عنوان إيمان، وهو أيضا اسم الشخصية يلي جسدتها إلى جانب الممثلة ريتا حايك. وبتجسد ستيفاني دور إيمان بالفيلم يلي بيطرح وحشية المنظمات الإرهابية بالمنطقة العربية، كما وأنه بيطرح قضية تحرير المرأة العربية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. نشاطنا الرابع والأخير لليوم. أطلقت جمعية باربرا نصار برعاية وحضور وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض مشروع المركز الأول لمرضى السرطان بلبنان، بهدف دعم المرضى البالغين وأهلهم نفسيا واجتماعيا، ذلك بدير الأباء العزرية بالأشرفية، بحضور النائبين غادة أيوب وسعيد الأسمر، ممثل منظمة الصحة العالمية بلبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، الاختصاصي بعلاج الأورام وأمراض الدم البروفيسور فادي نصر، ورئيس الجمعية هاني نصار، وكل العاملين المتطوعين بالجمعية، كما وحضر كمان حشد من الأطباء والشخصيات النقابية والعاملة بالحقل الطبي والاستشفائي والتمريضي وممثلين عن جمعيات أهلية. تخلل الحفل تكريم للوزير الأبيض تقديرا لجهوده بإرساء نظام تتبع الأدوية والرقمنة، كما وأطلقت جمعية باربرا نصار اسم البروفيسور فادي نصر على قاعة المحاضرات بالمركز تحية لالتزامه الإنساني والطبي إلى جانب المرضى، حيث كان الطبيب المعالج لباربرا وأسهم مع الجمعية من لما بلشت. وشدد نصار أنه المركز منه مستشفى، إنما هو ملجأ ومرجع لكل مريض سرطان بلبنان. وهون مشاهدينا حابة شدد على نقطة ودايما هيك بحب أقولها، كلنا بالحياة منمرق بأشياء بتوجعنا، ونيال يلي بحول وجعه لنعمة، نيال يلي بيمسك وجعه بإيده وهو وياه بيوقف حد الموجوعين. وهيدا هو هدف جمعية باربرا نصار يلي عم توقف حد مرضى السرطان البالغين، وخاصة لما بلشت أزمة الأدوية. ووجه نصار نداء لكل المؤسسات العاملة بلبنان وخارج لبنان لدعم المركز، وقال إنه عائلته الصغيرة حققت الحلم بالرغم من ضعف الإمكانات وأنجزت هيدا المركز، وهلأ صار وقت تتضافر جهود الجميع لخدمة المرضى من خلاله.
وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج كافي بريك، ورح انهيها بجرعة حب بما انه هيدا الشهر هو شهر الوردية. مسبحة الوردية ما بيكفي نعلقها برقبتنا او نرسمها وشم على ايدنا او نزين مراية سيارتنا. مسبحة الوردية لما نصليها بثقة ومن قلبنا، ولما نصليها يومية رح منحس بقوة غريبة رح تعطينا الراحة والأمان، ورح بتفيض علينا كل النعم الروحية. أنا مشاهدينا بشكركن كل مرة بتتابعونا بحلقة كوفي بريك، وبشوفكن الله راد بحلقة جديدة، والله معكن.